النشاط اللي عملناه هو يوم كيوم مفتوح لطلاب بس الساينس. عملنا فيه تجارب مختلفة، ممكن في منها فن اكسبيرمنت وفي منها لها ابلكيشن تطبيقات في للبيئة. عملنا نشاطات علمية هون في بارد، طبق اللي بنتعلمه في المختبرات على الحياة الواقعية. استفدنا في اشياء انه كثير يعلمنا مستقبلنا، اذا احنا كمان كل واحد منا تسوي مشروع تخريج، مشروع بالمستقبل، ابتكار، ناخذ بعين الاعتبار الاشياء البسيطه زي تعرض الشمس، زي يعني كمان السرعه بالتحريك.